السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم، كل عام وحضراتكم بخير. وإن شاء الله النهاردة هناخد مع بعض حاجة مهمة جدا جدا كلنا بنحبها وكلنا نفسنا نعرفها، هي إيه والآن وذا، بيسموها Definite and Indefinite Articles. مهم جدا، انتظرونا يلا فاصل ونرجع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم تاني. والنهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا في الانجليزي كل الناس لازم تستخدمها، هي الـ A والـ AND والـ THE، بيسموها Definite and Indefinite Articles، أدوات المعرفة وأدوات النكرة. طبعا الـ A والـ AND معروف ان هي هتبقى أداة نكرة. يعني ايه أداة نكرة؟ يعني اللي بيجي بعدها مش معروف. لما اقول مثلا A man، رجل، يا ترى اي رجل؟ ما نعرفش. A tree، شجرة، مش محددة. لما اقول an idea، فكرة، ما اعرفش يعني اي فكرة. An apple، تفاحة، وهكذا. ده باختصار شديد جدا. الذا بقى أداة معرفة. اوكي، معناها ايه أداة معرفة؟ يعني اللي يجي بعدها حاجة معروفة ومحددة بالاسم وهكذا والنوع والشكل. تعالوا نبدأ مع بعض يلا بالإيه والآن. أول حاجة الإيه والآن تستخدم قبل اسم مفرد singular، ها يعد يعني countable، ها يذكر لأول مرة. يعني إيه يذكر لأول مرة؟ يعني بقوله أول مرة. I saw a boy in the street. I saw a boy in the street. معناها ايه؟ ان انا شفت ولد في الشارع، انا اول مره اشوف الولد دوت، فلذلك ما ينفعش اقول ذا. طب لو حبيت اكرر بقى وعيد ان انا شفت الولد ده مره تانية، I saw this boy او the boy again in the street in the next day مثلا. يبقى هنا في الحاله دي I saw a boy، بعد كده نقطه I saw the boy، يبقى حددت اسم بقى، انا شفت الولد اللي هو الالف واللام، ها in the street the next day. طيب محمد صلاح مثلا is a nice guy، is a nice guy، لسه بقول اسم محمد صلاح لاول مره. I saw a cat مثلا in front of the door. طيب تستخدم كمان الـ A والآن قبل وظائف إذا كانت الوظائف دي معدودة بتتعد. مثلا My father was an officer in the army. My father was an officer، ضابط، in the army. ممكن أقول officer، officers تتجمع، يبقى في الحالة دي لا أحط قبلها A أو an. بس خدوا بالكم من ملحوظة مهمة، لو هي جمع بقى ما ينفعش أقول A و N، لأن A و N دي للمفرد، ما ينفعش تقول an officers، ما ينفعش طبعا. تستخدم كمان مع التعبيرات الدالة على السرعة والمسافة. سرعة speed، مسافة distance، زمن time، والنسبة المئوية percentage، والثمن price. مثل إيه بقى؟ مثلا my father drives his car okay 100 kilometers an hour. 100 kilometers an hour، في الساعة. ممكن أقول I go to the gym 3 days a week. I go to the gym 3 days a week. ها قلت هنا امتى بروح. ها the apples are 20 pounds a kilo، يعني يقصد بيها for 1 kilo. الإيه والآن كمان تستخدم قبل الأسماء المعدودة اللي أنا بعدها لي الكاونتابل، الدال المفردة، الدال على عدد. يعني مقولي مثلا A couple of horses، couple زوج من. A pair of glasses، لو قلت glasses بس اللي هي نظارات عشان عدستين فهقول glasses جمع glasses are، لكن لو هقول pair زوج من، هو زوج واحد، يعني a pair of glasses. A dozen of مثلا apples، يبقى دستة من الapples، يعني 12 واحدة. A hundred horse، okay a hundred horse.
a thousand of وابدأ أول حاجة a thousand يبقى هو ألف واحد a million of وهكذا يبقى قبل الأسماء المعدودة المفردة الدالة على عدد بنضع الـ A والـ N كمان قبل الصفة إذا جاءت قبل اسم مفرد قبل اسم مفرد لما أقول he is a nice man أو a nice guy she is a clever girl a clever girl لاحظ دايما إن الـ A والـ N ما بنحطهمش قبل الأسماء الجمع اللي سائلينها طبعا والأسماء التي لا تعد اللي هي الـ uncountable يعني cows give us milk cows give us milk ما ينفعش أقول cows give us a milk لأني لو قلت a يبقى معنى كده أنا خليت الحليب ده مفرد وهو أساسا uncountable لا يعد quantity كمية we drink water and cook with oil we drink water water ما ينفعش اقول a water ولا an water okay and cook with a oil ما ينفعش اقول an oil ولا a oil ازاي بقى اختار بين الا والان يعني ايه الفرق بينهم خدوا بالكم من حاجه الاي لازم 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 يجي بعدها حرف طبعا يعني 95% اللي حالات الشاذة الاي لازم يجي بعدها حرف ساكن يقول لي ايه حرف الساكن بسميه بالانجليش consonant consonant الconsonant او الحرف الساكن ده عبارة عن كل الحروف الانجليزية ما عدا الاي والاي والاي والاو واليو A, E, I, O, U اللي احنا بنسميها vowels او الحروف المتحركة يعني ايه حروف متحركة يعني نحطها على المكتب نبص نلاقيها عند الباب لا متحركة يعني النطق بتاعها بيختلف من كلمة لكلمة اوكي طيب ازاي بقى اختار يبقى احنا عرفنا الاي يجي بعدها حرف ساكن بينما الان يجي بعدها حرف متحرك الا برضو في حالات شاذة بسيطة خالص طيب تعالوا ناخد مع بعض امتى بنستخدم الاي الاي عرفنا ان هي بتيجي قبل اسم مفرد مبدوء بحرف ساكن A man, a desk, a house, a telephone, a mobile, okay, a fan, وهكذا. يجي الـ A بعدها حرف ساكن. اتفقنا مع عدد الحروف المتحركة. الـ A كمان تيجي قبل اسم مفرد مبدوء بـ EU أو EW أو U. الله طب ازاي بقى الحروف دي اي عبارة عن حرف متحرك والاي برضو حرف متحرك واليو حرف متحرك بس في الحالة دي الاي يو او الاي دبليو او اليو بتنطق كأنها واي بتنطق كأنها واي كأنها حرف ساكن يعني مثلا كلمة ا يونيفورم يونيفورم زي موحد ا يونيفورم الاجي بعدها يو حرف متحرك بس ما بتنطقش يو بتنطق واي A university جامعة A university جامعة فقلتش A نطقتها ي ي ي ي كأنها واي بالظبط أوكي A European country أوكي بلد أوروبي A European country بدأ بالـ EU ومع ذلك قلت A ما قلتش an A useful book A useful book كتاب مفيد A useful يبقى الـ A بعدها الـ U عشان اتنطقت Y تستخدم الـ A كمان قبل كلمة one كلمة one one واحد عندما تستخدم كصفة لأنها مبدوءة بحرف ساكن This is a one day street ودايما دايما يجي ما بين one وway يجي hyphen hyphen يعني شرطة كده في النص ما بين one وبين way ليه؟ عشان في الحالة دي حولها إلى صفة One way street يعني شارع ذو اتجاه واحد. One way street. This is a $1 bank note. This is a $1 بينهم هايفن زي ما قلنا شرطة دولار bank note. يبقى ورقة عملة ذات $1. ندخل على الآن بقى. الآن تيجي قبل اسم مفرد بيتعد. بيبدأ بحرف متحرك زي ما احنا لسه قايلينها من شوية اللي هو الـ A والـ E والـ I والـ O والـ U لما أقول مثلا an apple an orange
an ice cream, an idea, an eagle, نسر, an elephant, فيل, وهكذا. طيب تستخدم الآن كمان قبل اسم مفرد countable يعد مبدوء بحرف ساكن. الله ايه الحالات الشاذة دي؟ حرف ساكن مش حرف متحرك، حرف ساكن لا ينطق يتبعه حرف متحرك. يعني بقول مثلا كلمة an hour ساعة زمنية، hour h o u r المفروض الان دي تيجي بعدها حرف متحرك a e i o u، ازاي جت h؟ ما ال h لا تنطق، فبقول an hour ما قلتش an hour. An honest man رجل امين، an honest man ما قلتش an honest. تستخدم الـ A والآن كمان قبل الاختصارات لحروف الكلمات، زي مثلا SMS، SMS عارفينها رسالة قصيرة، يبقى أقول this is an SMS sent to you from your friend. بكده نكون خلصنا الـ A والآن. تعالوا ناخد مع بعض الذا بقى. ذا ليه الألف واللام بالعربي؟ تستخدم الذا قبل اسم تم ذكره من قبل. أنا قلتها لكم على سبيل المثال في الأول، لما قلت لكم this is a boy، the boy was مثلا walking in the street. I bought a new car، I bought a new car. The car was really great، the car was really great. يبقى العربية اللي اشتريتها دي كانت فعلا رائعة، العربية. يبقى الجملة الثانية بدأت بذا عشان قلتها قبل كده، لما قلت this is أو I bought a new car اسم اتقال أول مرة، بعد كده بكرره بقى المرة الثانية the car was great. توضع قبل أسماء المعرفة التي لا يوجد منها إلا واحد بس في العالم، حاجة فريدة من نوعها ما في زيها. لما قلت the sky السماء، هو في سماء تانية؟ واحد يقول لي في سبع سماوات، طبعا اكيد، بس برضه هعرفهم كانهم the sky. ها الريف الفلاحين the countryside، the countryside ما فيش الا ريف واحد. واحد يقول لي بس ما في ريف في الشرقيه وريف في كذا، بس هو ريف واحد. ها القمر، القمر ها the moon، the moon ها ما فيش الا قمر واحد. ماشي ماشي خلاص اوكي. the sun الشمس، طبعا انا قلت لك كده لان في واحد بيقول انت يعني في واحده قمر، ماشي ده تشبيه سيميلي. قبل الاسماء المعروفه للسامع او القارئ من قبل، لما اقول مثلا لابني drive the car my son and go buy the groceries، go buy the groceries. drive the car خد العربيه سوقها، هو سمع هو الولد عارف العربيه اساسا. drive the car and go get the grocery، وروح هات الايه البقاله من عند البقال. يبقى في الحاله دي the groceries وthe car حاجه الواحد عارفها قبل كده. تستخدم the قبل صفات التفضيل اللي هي الدرجه الثالثه للصفات، اللي هي the shortest، the best، the farthest، the most beautiful، وهكذا. تستخدم كمان قبل البحيرات والبحار والأنهار والمحيطات والشهور والأيام والمواد الدراسية. ليه؟ لأن أشياء ما فيش زيها. لما أقول مثلا the Atlantic Ocean المحيط الأطلنطي، هو ما فيش إلا محيط أطلنطي واحد. the Pacific Ocean المحيط الهادي، the Pacific Ocean Lake فيكتوريا. الله طب ايه بقى؟ يبقى في الحاله دي البحيرات لا يوضع قبلها ذا. اوكي ما ينفعش اقول ذا ليك ناصر، لا هي اسمها ليك ناصر بس، بحيره ناصر. ليك فيكتوريا، بحيره فيكتوريا، يبقى لا توضع قبلها ذا البحيرات. لا تستخدم ذا قبل اسماء الدول. اوكي يعني مثلا لما اقول فرانس، فرنسا، بريتن، بريتن، ايجيبت، مصر. اوكي لكن لو هجيب بعض الكلمات يعني مثلا زي كلمه ريبابليك الجمهوريه، لما اقول يونيون اتحاد، لما اقول كينجدوم مملكه، لما اقول ستيت ولايه، لما الاربع كلمات دول يجوا مع الدول في الحاله دي احط قبلها ذا. لما اقول ذا يونايتد ستيتس
of America. يبقى أنا عندي كلمة state أهي. The United States of America. أما لما أقول مثلا USA, ما هي USA اختصار United States of America. لما أقول جمهورية مصر العربية, The Arab Republic of Egypt. The Arab Republic of Egypt. اللي هو طبعا الاتحاد الأوروبي, هقول The European Union. The European Union عشان في هنا Union فلازم أقول ذا. توضع كمان ذا قبل الأسماء المفردة للدلالة على النوع, يعني مثلا The giraffe is a beautiful animal. The giraffe, يبقى The giraffe. بس خدوا بالكم ذا جي بعدها مفرد. طب لما أقول giraffes مش محتاج الذا بقى. Giraffes are مثلا beautiful creatures. يبقى في الحالة دي المفرد نحط قبله ذا للدلالة على النوع. The elephant is a fantastic animal. يبقى يقصد بها الفيل بوجه عام. بينما أقول أفيال بقى, هقول elephants are nice animals or strong animals. يبقى المفرد نحط قبله ذا, الجمع ما بنحطش قبله ذا. تستخدم ذا قبل سلاسل الجبال, يعني مثلا لما أقول the Alps. The Alps, جبال الألب. أنا في حد بيسألني بيقول ليه قلت يا مستر ذي ما قلتش ذا. ذا يجي بعدها كلمة بدأ بحرف حرف ساكن. ذا, the door, the house. بينما ذي تتقال لما يجي بعدها حرف متحرك اللي هي A أو E أو I أو O أو U. فحقول ذي Alps, ذي أنديز, جبال الأنديز. ها طب هنا هيمالايز, هقول ذا ولا ذي؟ الاتش تنطق, ففي الحالة دي هقول ذا هيمالايز, جبال الهيمالايا. ذا روكي ماونتينز, ذا روكي ماونتينز, جبال الروكي. تستخدم ذا قبل الآلات الموسيقية والاختراعات اللي مفيش زيها بوجه عام, يعني مثلا اقول لك ذا بيانو is a wonderful instrument. The piano. يبقى هنا مفيش إلا بيانو واحد. طبعا لا, هو في بيانوهات كتير, بس طبعا أقصد بها نوع البيانو نفسه. The computer is a great invention. The computer is a great invention. يبقى أنا حددته هنا إنه هو اختراع مفيش زيه. تستخدم ذا كمان قبل كلمات مثل مثلا the theater, المسرح, the cinema, السينما, the radio, الراديو. ما ينفعش اقول راديو بس. لما اقول مثلا انا بستمع للراديو هقول I'm listening to the radio. ما ينفعش اقول I'm listening to radio. The post office, مكتب البريد. The internet, ما ينفعش اقول انترنت بس. The shops, المحلات. تستخدم ذا قبل الصفات التي لا يتبعها اسم, لا يتبعها اسم وتدل على الجمع, زي the poor. تعرفين poor فقير, لما أقول a poor man, رجل فقير. بينما أنا قلت the poor, الفقراء بس, مش لازم أقول the poor people. people هنا محذوفة, يبقى ما فيش داعي أقول the poor people أو the poor children. طب لما أقول the rich, الأغنياء. تمام. لما أقول the disabled, المعاقين. وخدوا بالكم الأسماء دي اللي هي عبارة عن صفات قبلها ذا لازم كلها 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 جمع. يعني ما أقول مثلا the rich are, أو لو في الماضي the rich were. ما ينفعش أقولها the rich is, إلا إذا قلت the rich man is, ماشي, عشان man واحد. أوكي, تعالوا نشوف الأسئلة دي كده ونحاول نفكر فيها مع بعض. يلا. أو أن أو ذا أو no article sun is the reason for life on earth. طبعا أنا شايف إن أنتوا حليتوا صح. The sun, مظبوط. Sun, الشمس. The old lady can't walk well, so she uses a ولا an ولا the ولا no article. No article يعني ما نحطش حاجة. Stick, عصا, to help her walk. يبقى she uses a stick ولا ان ستيك ولا ذا ستيك. طبعا في حد قال لي ذا, لا ذا غلط, انا لسه بقول الستيك هنا لاول مره, ما قلتهاش قبل كده. لو هكررها بقى اقول ذا ستيك از مثلا فيري سترونج. اسف. يبقى شي يوزز ا ستيك. طيب نمبر 3, ماي فادر واز ستينج ان ا هوتيل ذات اوفرلوكس
يطل على آن ولا آن ولا ذا ولا نو أرتكل ريد سي البحر الأحمر البحر الأحمر تمام يبقى ذا ريد سي مظبوط there were no ها آن ولا آن ولا ذا ولا نو أرتكل chairs so we had to sit on the floor لا كده غلط chairs جمع فلذلك مش هناخد آه ولا آن ومش مفيش داعي أقول ذا لأنها مش معروفة chairs يبقى هنا there were no chairs على طول no article يبقى الإجابة no article يعني ما نحطش حاجة for me آه ولا آن ولا ذا ولا no article most important invention is the internet أيوة صفات التفضيل من الدرجة الثالثة اللي هي the most عموما أشكركم وأرجو أن تكونوا استفدتوا النهاردة من الملاحظات البسيطة اللي قلناها والسلام عليكم أشوفكم مرة تانية إن شاء الله باي باي